أخبار اليوم. أنا موجودة طبعاً عشان أشارك مجدي وهنيه على الفكرة الجميلة اللي هو عملها دي هنا، ومبسوطة أنها حصلت لأن دي حاجة كويسة لمصر، وحاجة أنا بابا مبسوطة لما مجدي يشارك في حاجة ممكن تفيد بلده، وهو كمان بيبقى مبسوط، فمتهيألي دي حاجة كويسة يعني. عسام بنسبة كبيرة طبعاً لأن هيقعد هنا يتصور فترات طويلة، وهيبقى كم من الناس اللي موجودة اللي مشاركة في المسابقة واللي بتصور المسابقة واللي بتتفرج على المسابقة، فهيبقى إن شاء الله حاجة كويسة إنه بتنشط السياحة في الغردقة وسهل حشيش تحديداً. لا مش عارفة بقى، بس إن شاء الله نخلص قبل رمضان، هو فاضل مفيش أسبوع أو 10 أيام على رمضان، وإن شاء الله يعني نحاول نخلص قبل رمضان. يعني لسه ما خلصناش لغاية دلوقتي. ربنا يخليك، شكراً.